منظمة الكشاف المغربي يشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أعضاء المكتب والمنخرطين والمنخرطات أن أرحب بكلكم جميعا وأشكركم جزيل الشكر على تلبيتكم لدعوتي الحضور لفعالية هذا الحفل الذي نهتف من خلاله أهل التعريف بالمولود الجديد مندوب يد ومن ذات لمنظمة الكشاف المغربي. وكما تعلمون فتأسيس هذه المندوبية لم يأتي عبثا بل بعد تفكير عميق وجهد جهيد وتشخيص دقيق للحالة الراهنة لبومندات، حيث لا يخفى عليكم مدى خضورة الوضع بعد استفحال ظاهرة انتشار المخدرات في صفوف التلاميذ والتلميذات وما يترتب عنه من انحلال أخلاقي وظهور عدة محاور للانتحارات. هذه الظواهر مجتمعة جاءت نتيجة غياب تام لمؤسسات تعنى بتأطير هذه الفئة الهامة من المجتمع. ريحتها وزيادة الحقول بجمالها ورضا نورات كل مكان وفي كل زمان من قبل ما يكون الإنسان. أما بعد ما خلق الإنسان ونطق عقبان كنت انتي جواز المرور قلب الزعفان وبتسيبك داوي كل من هو مرضان انتي قلب الشنان واللي مسك بيدو الاجتماعي والعمل الجمعوي بصفة عامة في بومان إن شاء الله وبإذن الله.